لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. يا عامر يا سليمان سمي يمه. يمه هذه حافظتين جريش، خذ واحدة الأم نواف وواحدة البيت أم موضي. أبشر أبشر. يلا يا سليمان. هلا. تعال تعال خذ الحافظة دي يلا ودها البيت أم نواف، وأنا بودي هذه البيت أم موضي. بس بيت أم نواف أبعد. سلامات، لا تصير كسول أنت، حرك رجلينك يلا. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام. هذا جريش من الوالدة، حبت تذوقكم منه. يعطيها العافية ما قصرت. متى أجي أخذ الحافظة؟ والله ما أدري، بس أكيد أمي راح تطبخ وترسلها لكم. طيب متى تتوقعين أمي تطبخ؟ يعني إيش دعوة، ما عندكم إلا هالحافظة؟ عندنا حافظات كثير، بس تعرفين أخاف أروح تسألني تقول وين الحافظة، وراك أنا وصيتك عليها، بزر أنت والله ما جبتها، زي كذا يعني. موضي سمي يما. هنا تاكل خشب يا شيخ، روح والله ما تفوز. هنا تاكل خشب. انا اوريك اللعب يا غشيب. يا تقوم يا واد يا جلد. يا سلام عليك يا شكش، روح. عامر عامر عامر. ها وش بك انت؟ حافظ الليمون؟ ما فيني شيء. الا بقطع ولد عمي وعارفك زين، ناقصك دراهم ناقصك شيء. يا ابن حلال ما فيني شيء، وراك انت لا تغثني. قد حبيت؟ حبيت؟ لا. شلون تدندن بالعود وانت ما قد حبيت؟ وكل من دندن بالعود يحب، هذه هواية وموهبة. مرة وجهك؟ ها؟ ولا واثت غارت مشوشك، مين معل حصومك؟ وانت وش دراك؟ باين عليك مكتوب على جبهك أنا أحب. والله ما أدري هي محبة ولا خمة ولا عشانها بنت جيراننا. زين هي. وش دخلك أنت؟ لا قصد عشان بتطق الباب وتريح قليبك وتخلي خيك نوف تجي السناب تعطيك العلم. والله فكرة. تفضل. سلام لأحلى أخت بالدنيا يا شيخ. إيش عندي؟ لا لا بس جبت لس فلات وايت. والله جاف وقته، شكراً وراي مذاكرة واجد. بالعافية، بس أبي اسم موضوع مهم. شيك؟ اسمي يا خيتي، أنا أمام منعطف خطير بحياتي واحتاج فزعت. لا تتفلسف، أخلص أخلص، إيش عندك؟ صح، وش رأيك بموضي؟ موضي بنت خالتي؟ لا لا، موضي بنت جيراننا. إيه، إيش رأي فيها من أي ناحية يعني؟ من كل النواحي. يا أخي لا تلف وتدور، قل وش تبغى؟ أنا بتزوجها على سنة الله ورسوله، وبشوف هي تستاهلني ولا ما تستاهلني؟ تبي الصدق؟ هي ما تستاهلك. أفا، طب ليش؟ هي تستاهل واحد أفضل منك. أجل اسمي، أبي تروحين لها وتجسين النبض علشان مو راح تقدم لها وبعدين تكسحني. أوكي خلاص نشوف. وش عندك اختبار بكرة؟ والله عندي فيزياء مرة صعب.
أجل اسمعي، بكرة يحضر لك أحلى فلات وايت. إذا كذا بجلس النبض وأعلمك. كافو يا أخت البطلة. وقف 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 وقف. سلامات، وش فيك مهبول انت؟ ليه تلعب بالبيت هنا بالحوش؟ كسر اللمبات، كسر القزاز، وش ذا؟ بعدين ابوك كبير سن، ما تستحي على وجهك انت. اجل وين العب؟ تلعب بالحديقه، تلعب بالحاره، قدام بيت ابو موضي، اي مكان الا البيت. امي تخاف علي، تقول لا تطلع برا. اكيد تخاف عليك، بس لو انا رحت معك عادي. تبي نروح نلعب قدام بيت ابو موضي؟ ليه قدام بيت ابو موضي؟ على اساس الشارع حقهم كبير ينفع للعب. يلا يلا يلا. اسمع يا حبيبي يا سليمان، اللعب بالبيوت خطا، لانه ممكن تكسر لمبه، صح؟ ممكن تضربها بالشباك، ممكن تزعج امك بالمطبخ، ابوك يقوم من النوم. زي ما قلت لك، اي وقت تبي تلعب بالحديقه بالحاره انا تحت امرك. اوكي اوكي. كيفك بالراس؟ فنان. عدل شف، رح هناك وانا برفعها لك. يلا يلا. أبغاك ترتقي، ها؟ ما عليك ما عليك. يلا. أوف، سطحت ببيت موضي. الله لا يوفقكم العيال جيران. يبا لا تدعي، يمكن ما يقصدون. لا يا شيخة. يا أخوي نكبتنا، سطحت عند بيت موضي. هذه أحلى نكبة بالحياة. اسمع، أنت رح لبيتنا وانا بجيب الكره واجي. انت موعدني في الحديقه. اي موعدك، بس هونت على كيفك هو يا اخي. اي على كيف يا جل، على كيفك. اي على كيفي يا ابوي، كره كورتي، وما جبت اقسم بالله العلم ابوي. اقسم بالله، والله متحمس الورع. خلاص ابشر ابشر، ابوك يا النشبه. تعال. يا هلا ويا مس، هلا هلا بعمي، هلا والله وغلا. المعذرة يا عم، سليمان شاتها بالغلط، قايل له لا يشوتها بوز، لكن الله يهديه بزر ما يسمع الكلام. لا يا شيخ، ناظر ايش سويتوا، ناظر ايش سويتوا، لعب فيني الشاهي وسبى كورتكم، ما تعرفوا تلعبون. الله يهديكم بس، الله يهديكم. افسخ ثوبك، غسله لك غسيل مستعجل على حسابي. لا يا وليدي، من بحاجك لا انت ولا قروشك. الحمد لله عندي غسالات هلا كثرهن، ولي بعد لا اغسل ثوبي. بعدين شوف لك لون كوره احسن من هاللون الازرق. لا خذ. عندك عقده من اللون الازرق؟ ما هو بشغلك. طيب ابشر ابشر، بس لا تطلع عند الناس كذا، والله يا عم ثوبك يفشل مره. ترى يا عم هو اللي مسطح الكوره. ها ها، بالغلط بالغلط، انا كنت برفعها له وسبحان الله طبت بيتكم وجت بالشاهي، ما كنت ابيها بالشاهي انا. يلا يلا يلا، اهلكم اهلكم، ولا عاد تعودونها. ابشر ابشر، ولا سيويه صعبه قويه. اسمعي يا موضي، انا جاي اكلمك بموضوع مره مهم، ما ابيك تجامليني فيه ابد. عسى خير. ان شاء الله خير، وبدون مقدمات، عامر اخوي ودي اتقدم لك، بس ودي اعرف رايك قبل لا يجي يخطبك. والله صراحه يا نفس صدمتيني، بعدين انتم جيراننا من زمان ونعرفكم، ما شفنا منكم لك الخير، بس يعني هالمواضيع يبي لها تفكير. اتفق معك ابد، فكري وخذي راحتك، وهالمواضيع ما تجي بسرعه. من كانك ما تبغين اخوي عامر لا تجاملين، علميني، انا اعرف شلون اقفل مع هذه المواضيع. لا تفهميني غلط، بس اعطيني يومين وارد لك الخبر. خلاص تمام، اجل انا استاذن. طب خليني اشوف لك الطريق. نوف، رسمتني انا، يعني تحبني؟ طب وش اسوي الحين؟ اخذ ابوي ولا اخذ امي ولا اخذ سنتي؟ وش تاخذ امي؟ امي تعرفه من يوم انه بزران، خليك ثقل يا اخي. اي صح. طيب وش اسوي؟ اسس نفسك اول، كيف تتزوج وانت الحين تاخذ مصروف من ابوي؟ شفت كيف؟ مثل ما قلت لك، انا امام منعطف خطير بحياتي. عشان كذا انت لازم تعرف هذا زواج مو بلعبه. يا بنت الحلال لا تعقدينها، اهم شيء الستر والاستقرار، وبعدين بارك الله في امرئ جمع راسين بالحلال. ايوه، وين بتسكنها؟ كيف بتصرف عليها؟ سهلات،
المصروف اللي يجيني من ابوي اقسمه بيني وبينها، والغرفه حقتي كبيره ما شاء الله، سرير نفر ونص يكفينا انا وياها، بس في مشكله. ما لها دولاب. تستهبل انت مهبول، اهلها مستحيل يزوجونك وانت ما عندك وظيفه، لازم تتوظف. يا ميم 12، يا ميم 12 طمني، كيف الامور عندك؟ كل شيء تمام؟ اوكي اوكي. حيو عامر، حيو عامر. ما شاء الله تبارك الرحمن، بسم الله عليك يا ولدي. وهذا كله بفضل الله ثم دعاء اس ودعاء الوالد. ايه هذا ولدي كابو ولا ابوك كابو. ما شاء الله ما شاء الله، الله يوفقك. إيه هذا أخوي رجل أمن. يا ميم 9، يا ميم 9 أفتح البوابات. ها أنا جاي بالطريق. يمة عاد أنا أستأذنكم، تمرون شيء؟ أبد سلامتك. أقول تذكرت يمة، خذ هالسلة وين أمك. لا يمة وراي بصمة، أخاف يحطوني غياب. طيب خلاص خلاص سليمان، تعال خذ هالسلة وادها البيت خالتك أم موضي. أبشري. استريح وقف. يا ميم 9 افتح البوابات أنا جاي، بس متأخر شوي عندي مشوار ضروري. ولا يوديها ولا شيء يمه، سيارات تصدم، هذا صغير بزر ما ينفع. يلا 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 رح بتتأخر على دوامك. عادي أتأخر مو مشكلة. أوديها وين؟ البيت أم موضي. أبشري أبشري، ما طلبت شيء. إن شاء الله. استر مواجهة يبا. هلا والله بالموتر البطل. ديري بد 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 ديري بد. افتح. الفاتنة اللي على قلبي تموت هي صباح الخير، نظرتني وسلهمت ذيك العيون، الغزل والشوق واسرار الحكي. الفتنة اللي على الدنيا مشت كن ما بهمت لها احد مشى الكلام. نداء الى الاخت موضي، انا عند باب بيتكم، امي مرسلت لكم كليجر. نداء الى الاخت موضي، انا عند بيتكم، امي مرسلت لكم كليجر. لو سمحت تعال استلميها عند البوابة لو سمحت. خير انت ايش فيك؟ كل الحارة درت انك جايب كليجة. تعرفين وراي بصمة واخاف اتأخر. ما شاء الله توظفت؟ ايه توظفت، وصرفوا لي جهاز واعطوني سيارة. عادي اذا تبين تشوفينها اصد وانت اطلعي شوفيها. اوكي اوكي. ما شاء الله، الله يعطيك خيرها ويكفيك شرها. امين. خلاص شفتيها؟ ايه شفتها. اجل صدي بلتفت. والله برافو عليك عامر، توظفت كذا بسرعة. تعرفين وراي زواج وسفرة، بنروح المالديف أنا وزوجتي وفي الأم هناك. عاد تدري والله ودي من زمان إني أروح المالديف. أبشر أبشر بعزس، بتروحين قريب بإذن الله. أبوس جائز بنسكر الباب. هلا والله ومسهلا. خير وش السالفة؟ لا بس جبت لكم كليجة. ها ها، دلت تشتغل توصيل طلبات المطاعم. أما عاد مطاعم
ما تشوف يا عم، هذه شركة بحر الأمان للأمن والسلامة، أنا توظفت. ما شاء الله، الله يوفقك ويسهل أمرك، بس أهم شيء عسى الراتب زين. أفع عليك يا عم، تصدق أخويا اللي قبلي كلهم فتحوا بيوت، اللي تزوج بنت عمه، واللي تزوج بنت خاله، واللي تزوج بنت جيرانهم. الله يوفقك يا عامر، وانت إنسان طيب ومحبوب ما شاء الله عليك، وتستاهل بنت الحلال إن شاء الله. يعني أستاهلها؟ من هي؟ بنت الحلال. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. عامر حدد موقعك، عند أي بوابة؟ أنا عند بوابة عمي بموضي، استلم. أي فرع هذه البوابة؟ هذه فرع حي غرناطة، استلم. بعد إذنك يا عم، تعرف أنا عندي التزامات، مو مثل أول. تغيرت مو على خبرك، صرت كويس وممتاز وموظف، تمنى شيء. سلامتك سلامتك سلامتك. أبد أنا تحت أمرك، أي شيء تبيه أنا حاضر. زين زين على خير، ما تقصر ما تقصر. فما إلا. صح الكليج الكليج يا عم. معليش والله آسفين. فما إلا يا عمي. مع السلامة. أبوك يا البلشة، البنك قالوا لي بيعطوني قرض 80,000. بس ما أدري يا ولد العم، بس والله معوك سمعي، إن جبتها يمين راحت يسار، وإن جبتها يسار راحت يمين. يا ابن الحلال هونا وتهون، دامك جزام تبي تسهل، وأكيد أبوك يبي يعاونك، وأبشر ب10,000 من أنا وأبوي. كافو والله يا ولد العم ما قصرت. وغير كذا عمتي هدى تتكز لك غرفة نوم، عمتي حصة، فرن، عمتي منيرة، ثلاجة، أبد إن شاء الله تبي تزين. الله يسعدك مثل ما سعدتني. أجل الحين أضبط الأمور. حسك وجودي وانت بالدنيا عندي، وانت في قلبي الأولى وانت الأخيرة. هالحب لو ينشاف وابو حسدي، شفتي من الإحساس ما يكفي ديرة. يا هلا حياكم الله، وهذه الساعة المباركة، الله يوفقنا وياكم إن شاء الله، والله يتمم على خير إن شاء الله. الله يتمم لك على خير يا وليدي، ويجمع بينك وبين موضي على الخير والسعادة. اللهم آمين. اللهم آمين. يلا سلام عليكم. الله يحفظكم. أمان الله. أمان الكريم. حياكم الله. يا هلا يا هلا والله ومرحبا. أنت كذبت علي وعيشتيني بوهم. طب ليه؟ ليه تقولين إنها رسمتني وتبيني؟ ليه؟ ردي علي ليه؟ تدرين أنا وين وصلت بأحلامي؟ تدرين ولا ما تدرين؟ أنا ترى ما توظفت وكرفت ليل ونهار إلا علشان أخذ قرض وأتزوجها، بالأخير يجي واحد يأخذها مني. طب ليه؟ ليه؟ حسبي الله عليكم، الله لا يوفقكم كانكم شلعتوا قلبي. ولا كلمة ولا تقولين ولا كلمة، ما بيستس اسكتي. حسبي الله حسبي الله ونعم الوكيل. انت ما تدرين موضي وش بالنسبة لي، كان احساس ما قد حسيت فيه معها. تبيها بتزوجها بتزوجها. الله لا يوفقك الله لا يوفقك، وان كان هي ما تبيني الله لا يوفقك، ان كان لعبت علي الله لا يوفقكم كلكم. هو محبول انت ورا ما جهزتي للحين كل اللي يحتريك تحت؟ اعرف ذا الوجه المخيس اللي تعطيني اياه كل ما جاك واحد. انتوا ايش تبغين؟ دكتور راتب 40,000، عنده فيلا، كل شيء اي بنت تبي عنده، وش تبين؟ ترى هبلتي بي انا وابوك كل ما جاك واحد ما تبينه، انت وش اللي في بالك بالضبط؟ اقسم بالله ما تاخذيني له، قومي غسلي وجهك بلا دلع، انت الحين ما تعرفي مصلحه نفسك، بكره تعرفين قيمه كلامي، قومي.
ليل من الهوى والشوق كيف يسهرني عن مين يبكيني ما ظنه أنا محتاج لشيء ينسيني حبيبي كيف ترضى الهم والونه وأنا فيني من الدنيا ما يكفيني عطيتك روحي وعمري بلا منه وحطيتك من الهم